رغم انخفاض درجات الحرارة، دأبت الحاجة خيري على القدوم إلى أحد مراكز الاقتراع في صلاح الدين على كرسيها المتحرك للإدلاء بصوتها في انتخابات مجالس المحافظات. أعداد متفاوتة شهدتها مراكز التصويت العام في مدن المحافظة، ونسب المشاركة في هذا الصراع الانتخابي وصفها مراقبون بالمتوسطة. كل ما نسوي انتخابات أجي، كل ما نصير أجي، ما علي بالغير، أجي من الصبح ما أبطل الظهر. هذا اليوم قعدت من الصبح تيما دادر حنتخب، قالت مو ضباب، قلت لها يلا لما لملم لما نتريق لما اشرب دواء يصير بالعشرة. احنا اليوم جينا من الصباح الباكر الى مراكز انتخابية ننتخب اللي يفيد المدينة، وان شاء الله الظروف تصير احسن والمنطقة تصير احسن. اجراءات مبسطة امنت انسيابية عالية لتوافد الناخبين من اجل تزيين اصابعهم بالصبغة البنفسجية. هذا ما اكده مكتب مفوضية انتخابات المحافظة. فيما أشارت قيادة عملية سامراء إلى أن القوات الأمنية ستستمر بتنفيذ خطة حماية العملية الانتخابية حتى 20 من هذا الشهر. واجب القطاعات الأمنية تأمين حماية لنقل الصناديق بعد انتهاء عملية الاقتراع ونقل المعلومات من خلال أصل ذاكرة إلى المركز الرئيسي المفوضية في بغداد، ومن ثم بعد ذلك يجري العد والفرز، وبعدها يتم نقلها إلى مخازن المفوضية في محافظة صلاح الدين. منذ بداية الصباح الباكر بتوافد عدد من الناخبين إلى محطات الاقتراع في بلد إن شاء الله مستمرة بتوافد الناخبين وتعاون الأجهزة الأمنية مع الناخبين. 15 مقعدا انتخابيا هو مجموع مقاعد مجلس محافظة صلاح الدين المقبل. 4 مقاعد منها خصصتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كمقاعد كوتا وفق قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية. لحظات يعتبرها البعض حاسمة في تاريخ المحافظات العراقية، فهي فرصة للشعب من أجل التعبير عن رأيهم عبر الصناديق البيضاء، حتى وإن اسودت السيار الذاتية لبعض الوجوه السياسية التي تحاول التمسك بصدارة هذا السباق والحفاظ على مكاسبها الحزبية لا لتحقيق طموحات الشعب. سجاد حكمة، قناة زاغروس، محافظة صلاح الدين.